يلا يا طلاب، بكتيريا تشخيصية مرحلة رابعة وزاري المحاضرة الأولى، طبعاً على الحقيبة، حتى لو أنت ملا أستاذكم أنتم كجامعة مثلاً ما ماشي على الحقيبة ماكو مشكلة، هي نفس المادة وهاي المحاضرة الأولى ما بيها شيء يعني معلومات، بيها بشرات بسيطة، الباقي كله ينحذف لأن هي محاضرة عامة، وللأمانة كل أستاذ بجامعة إذا ما مط الحقيبة مط محاضرته الخاصة فراح تشوفها تختلف لأن هي محاضرة عامة، كل أستاذ كاتب اللي براسه. فلا تخاف اذا لقيت اختلاف في ملازمك والحقيبه ماشي. اول شيء هو الدايجنوستيك مايكروبيولوجي، علم الاحياء التشخيصيه او احنا نسميها البكتيريا التشخيصيه، ماكو مشكله. المايكروبيولوجي هي احياء عامه مو بكتيريا. البور بس الغرض والفلسفه الفيلوسوفي، تمام، يعني فلسفه. اقول لك الكلينيكال برزنتيشن اللي هي الاعراض السريريه اوف ذا انفكشن للاصابه ديزيز مال المرض، ريفلكت تعكس انتراكشن تفاعل بين الهوست المضيف والمايكرو اورجانيزم. يابا ترى هاي الاعراض من تطلع، انت عندك عرض، عندك مرض مثلا مسخن، ضربتك فلاونزا، من ضربك فلاونزا شو يصير بجسمك؟ يسخن. هسه الفلاونزا هي المرض، اوكي، والسخونه هي العرض، فيقول لك هذا العرض يطلع او هو انعكاس ريفلكس الشنو؟ لا تفاعل بين المضيف اللي هو انت البشر والمرض. يعني الاعراض هي نتيجه من شنو جايه؟ جايه من تفاعل المرض مع جسمنا، تطلع لنا الاعراض، هاي لازم تحفظها، مهمه، خوش؟ تمام. يقول لك ذيس انتراكشن، هاي التفاعلات از افكتد، شنو اللي ياثر بهاي التفاعلات او هاي الاعراض او هاي الكلينيكال برزنتيشن، شنو ياثر بها؟ عاملين اثنين، يا هن العاملين. العامل الاول الاميون هوست، المناعه مال المضيف اللي هي ستيت الحاله، يعني الحاله المناعيه. و المايكروبال فايرولنس فاكتور عوامل فايرولنس الضراوة، عوامل الضراوة مال المايكروب اللي هو راح يصيبك، تمام؟ خوش. الساينز الاعراض العلامات والسيمتومز الاعراض هي فيري مختلفة اكوردنج حسب السايت الموقع والسيفيرتي والشدة، اوكي ما لها علاقة بها. دايجنوزك التشخيص ريكواير يتطلب شنو؟ كومبوسايت انفورميشن، مجموعة من المعلومات، كومبوسايت مجموعة انفورميشن معلومات. اذا التشخيص يتطلب معلومات، شنو هاي المعلومات؟ لازم تحفظها. يتطلب هيستوري تاريخ، فيزيكال اكزامينيشن فحص جسدي، وراديكيشن اللي هو اشعاع، ولابرتري ديت وبيانات مختبرية، ديت يعني بيانات، تمام. بعدين يقول لك يابا الانفكشن الاصابة، تمام، كوز تسبب بواسطة اما بكتيريا، يعني شنو اللي يسبب لنا الاصابة؟ لو بكتيريا، لو فيروس، لو فانجاي، لو باراسايت. This pathogen، هذا المرض او العله maybe قد تكون exogenous خارجيه، يعني acquired مكتسبه من البيئه، يعني من البيئه. هاي شلون الكورونا تلزم لك شيء ملوث بكورونا، تلزم لك باب تستخدم فد ملعقه مال اخوك، خوش. او endogenous اللي هي النورمال فلورا، شنو النورمال فلورا؟ هي البكتيريا اللي بامعائك اللي هي مكانها الطبيعي بالامعاء حتى تساعدنا على الهضم، بس تخيل هاي اللي هي مكانها الطبيعي بالامعاء فجاه تنتقل للدم، راح تصير بعد خطره لان هي مكانها الطبيعي بس بالامعاء بغير مكان خطره، فتنتقل للدم، هنا نسميه اندوجينوس، واضح؟ اكو خاف يطلع شيء، يعني بعدني ما مجهز وضعي مال التصوير فما لكم علاقه بيه. هذا ينحذف التعريف اللي هو البكتيريا التشخيصيه او الميكروب التشخيصيه. هنا عندنا مقارنة، احنا او انا ارتئيت ان تحفظون فقط هاي ما لها داعي، خوش. هذا ينحذف الترانسبورت نقل العينات. هنا يقول لك الكونفنشنال ميثود الطريقة الطبيعية او القديمة او الكلاسيكية، والنيور ميثود الطريقة الجديدة، نيور يعني حديثة جاية من نيو جديد، خوش. الطريقة الحديثة يقول لك تعتمد على الامبليفيكيشن تضخيم النيوكليك اسيد، يعني نخلي النيوكليك اسيد يزعلوا كلش ونضخمه، فما راح نحتاج كميه هوايه من النيوكليك اسيد، واضح؟ خوش. يقول لك ذيس ميثود، هذه الطريقه يوز تستخدم تو ديتكت لتحديد الانتيبايوتيك ريزيستنس جين، الجينات المقاومه للانتيبايوتيك للعلاجات، اكو جينات بالبكتيريا وبالفيروسات تقاوم العلاجات، فلازم نحددها حتى نلقى لها علاج، خوش؟ فهاي مهمه جدا، خوش. هاي التهت. اما هاي القديمه او الطريقه الكلاسيكيه او الطبيعيه هي ريكوير تتطلب تايم وقت للنمو، تمام؟ انا رغم حاذفها بس ما ردت احكي هاي، يلا ارجع احكي هاي، انا احكي لكم هاي وتطبع بالكم لان هاي المهمه، بعدين هاي عكسها، هاي رادنا وقت حتى ينمو الميكروب، هنا انا ما احتاج نمو، هي الماده نوعية راح اضخمها فقط، تضخيم
هي هاي زعلنا الوحده راح اكبر حجمها فقط بدون عدد بدون ما اسوي الخمس نفرات عشر نفرات والعشر نفرات عشرين نفر بدون نمو راح اضخمها فقط هنا يحتاج لها وقت ويحتاج لها نمو تمام خوش ولذلك ايش قايل لك يا هذا هنا نشوف زي ما جم هي shortened time اقصر بالوقت هاي منو النيور الحديثه shortened time بعدين قالك الكولونيزيشن الاستيطان مايكروبال هي مايكروبات تستوطن في مكان بجسمك والضربه خوش فعندك واحده من ثلاث احتمالات عند عمليه الاستيطان الاحتمال الاول elimination التخلص من المايكروبات اوكي بدون افكت تاثر الهوست المضيف اللي هو جسمك ما يتاثر اصلا انت ما راح تصاب ولا راح تشعر ليش لان جسمك اقوى من المرض فراح يقتله انت ما تدري وهواي امراض تدخل جسمنا احنا ما ندري بيه خوش ثاني شيء انفكت الاصابه ويتش اورجانيزم مال اورجانيزم يسوي ملتيبل تضاعف يعني الاورجانيزم اللي كان راح ملتيبل يتضاعف وكوز ويسبب هوست رياكت يتفاعل ويا المضيف اللي هي هذا الكائن او الـ او الـ او الـ هذا المؤذي او المرض راح يتفاعل ويا الهوست رياكت يتفاعل ويا الهوست ويا جسمنا باي بواسطه ميكينج صناعه او تحفيز الاميون ريسبونس الاستجابه المناعي هنا لا المرض وكح وخطر فراح يخلي الجسم يفرز الجهاز يعني يخلي الجهاز المناعي يستنفر ثالثه اللي هو الترانزيت او البرولونجيتد هذا ايش بيه هذا ايش بيه يقول لك انفكشنز ديزيز العدوى اكر تحدث وين حينما ذا اورجانيزم الكائن او هاي كوز يسبب تشو دمج تلف للانسجه اذا هذا الكائن او العدوى راح تتلف لنا الانسجه تتلفها وتسوي لوس فانكشن خساره الوظيفه يعني يابا وحده من هين الجسم يتخلص من المرض واحنا ما ندري وحده من هين يسوي ملتيبل تضاعف فيسوي ريسبونس اميون استجابه مناعيه والثالثه الترانزيت او البرولونجيت راح يسوي دمج تشو تلف للانسجه تمام خلاص هنا هذا كله ينحذف هو شيء يقول لك انا يقول لك يابا ترى احنا ديبيندينج اعتمادا على الايدنتيفيكيشن التحديد كوزف مايكرو اورجانيزم انه مسببات المايكرو اورجانيزم بالمختبر خوش شلون نحدد هذا المايكرو اورجانيزم بالمختبر ليش احكي لك هاي السالفه كلها وبعدين يقول لك يابا ترى اكو خمس طرق تحدد المايكرو اورجانيزم بالمختبر قبل اجيك للخمس طرق شنو الخمس طرق المورفولوجيك هاي الخمس طرق هي اللي يحدد بيها الكائن الدقيق او المرض داخل المختبر الشكل المورفولوجيك الكالتيفيشن الزرع الديتكشن تحديد المايكروبال انتيجين الانتيجين مال المايكروب اللي هي بواسطه اللاتكس والالايزا ديتكشن تحديد الدي ان اي والار ان اي ديتكشن تحديد الانفلاميتوري تمام الانفلاميتوري الالتهابات مال الاميون ريسبونس وخلص هذا من ناي الحدث ايضا ما في شيء